بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح لك هنا بقى تكملة الفلو تشارت والسودو كود، بس الجزء ده مقرر على الناس اللي نازلة سمر، مش شرط يكون مقرر عليك في الترم، فتأكد قبل ما تسمع الشرح. هو كده كده أمثلة هتساعدك حتى تفهم الفلو تشارت والسودو كود بطريقة أحسن. الأمثلة دي عاملة مشكلة لناس كتيرة، وهي بإذن الله هتبقى بسيطة، بس اسمع بس معايا وهتلاقي الموضوع بإذن الله سهل. هيسألك عليها إزاي، أنت فهمها قدر المستطاع معايا، ويسألك زي ما يسألك، المهم تفهم بس الكونسبت اللي بنشتغل بيه. فاللي هناخده الاوفر فيو بتاع الشابتر ده او السلايدز دي مور فلو تشارت، هناخد اكتر من فلو تشارت تانية وسودو كود، وهناخد امثله عليه. يوزنج فانكشنز تو سولف كومبلكس بروبلمز، هنستخدم الدوال لحل المسائل الصعبه او المعقده، مش شرط كومبلكس هنا اللي هي فيها روت نيجاتيف 1 يعني، لا دي مالهاش علاقه. يوزنج ارايز، هعلمك ازاي تستخدم الاريز او المصفوفات في البرمجه، وده يعني شيء لا يغنى عنه في البرمجه. البرمجه اساسا يعني ايه هدفها الاساسي؟ انها ترتب البيانات، فاهمني؟ او من ضمن اهدافها الاساسيه يعني. طيب اول نقطه ان احنا ناخد مسائل جديده زي ما قلت لك. من ضمن المسائل اللي هنطبق لك بيها او فيها تطبيقات جديده ايه هي؟ ان انا عايز اعمل برنامج يطبع لي شكل زي اللي قدامك ده كده، شايف المنظر اللي قدامك ده اللي هو 0 1 2 3 اول صف اهو، بعدين الصف الثاني هبدا من اول 1 لحد 9، والصف الثالث من اول 2 لحد 9 بالترتيب، والثالث من الرابع سطر من 3 لحد 9، وهكذا لحد ما اوصل تحت الاخر سطر اللي هو 9. يعني هعمل 9 تسطر 9 صفوف بالطول، وكل صف فيهم جواه من 0 لحد 9 او من 1 لحد 9. ايه اللي انت ملاحظه بقى؟ هقول لك انا المعلومه الحلوه جدا. عارف هنحل ان نعمل دي ازاي ككود، نكتبها ازاي ككود؟ اه هقول لك. بص كده نعمل زوم شويه. ده معناها ايه؟ لو فرضنا السطر الاولاني ده في البرمجه بنبدا العد من زيرو، عايز اعرفك المعلومه دي. في البرمجه بنبدا العد من زيرو، يعني عارف السطر الاولاني ده اسمه ايه؟ ما اسموش السطر الاولاني، اسمه السطر رقم زيرو. طيب واللي تحت دي اسمه السطر رقم واحد، والسطر ده اسمه السطر رقم اثنين، ما اسموش السطر رقم ثلاثه. لا احنا بنبدا اصلا من زيرو، بنبدا العد من زيرو، فبنقول السطر اللي فوق ده اسمه السطر الزيرو، واللي وراه السطر الواحد، واللي وراه السطر الثاني، واللي وراه لحد الاخر ايه؟ السطر بقى الثامن، وهكذا. فهمت الفكره ايه؟ او السطر التاسع ايا يكن. فالسطر الاولاني ما اسموش السطر الاول، احنا هنفترض ان اسمه السطر الزيرو، فهمت كده؟ يبقى هنعمل ايه؟ هنبرنت ايتش لاين ات ا تايم فروم لاين 0 لحد لاين 9 لحد لاين 9. فهنعتبر هنطرح ترى هنطبع السطر من بدايه من السطر الزيرو لحد السطر التاسع. طيب انا طبعت 9 تستر بالمنظر ده، كل سطر بدءا من السطر الزيرو لحد السطر التاسع، كل سطر منهم هطبع جواه من صفر لحد تسعه. طيب والسطر التاني من واحد لحد تسعه، يعني ايه بالبلدي كده؟ هطبع من رقم السطر لحد تسعه. يعني ده السطر الزيرو يبقى هطبع من زيرو لحد تسعه، ده السطر رقم واحد يبقى هطبع من واحد لحد تسعه، طب ده السطر رقم اتنين يبقى هطبع من اتنين لحد تسعه. يبقى انا هطبع عدد من السطور بدءا من السطر زيرو لحد السطر التاسع او السطر التاسع يعني، وكل سطر منهم هطبع جواه بالعرض بقى من بدءا من الرقم بتاع السطر لحد رقم 9. ده الكود اللي تقدر تكتب بيه الشكل ده. تعال اطبقه لك هنا. ده نفس اللي قلت لك بالترجمه دلوقتي اهو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك تو سولف اكزامبل 1 وي يوز نستد لوبس، هنستخدم الحلقات الايه التكراريه المتداخله، حلقه جوه حلقه. ليه؟ لان انا عملت حلقه عشان تنزلني اسطر فوق بعضها بالطول، وكل سطر منهم عملت جواه حلقه لوحده عشان يعمل لي التتابع في الارقام اللي بالعرض ده. فاحنا عملنا حلقه جوه حلقه. نستد لوبس تعرفها هيجي لك في الاسئله، وصدقني هتغلط فيه بس ركز عشان هيجي لك في التعريفات. نستد لوبس ار لوبس بليسد انسايد وان انذر، يعني هي حلقات موضوع بعضها ايه داخل بعض. كرييتنج ا لوب اوف لوبس، عامله لنا تكرار للتكرارات، يعني حلقه للحلقات، الحلقات نفسها مكررينها. The inner loop must have a different name for its loop counter، يعني لازم كل عداد جوه اي لوب منهم يكون ليه اسم مختلف، عشان ايه؟ ما يحصلش كونفليكت، ما يحصلش تداخل. So that it will not conflict with the outer loop، عشان ما تتدخلش مع اللوب الخارجيه. تطبيق بقى، ركز معايا، الموضوع بسيط جدا والله. لو انت عايز تعمل برنامج يطبع لك الشكل اللي قدامك ده، هنعمل ايه؟ هقول start و end، خلاص دي مفهومه. هقول له لكل سطر بدءا من السطر الزيرو لحد السطر التاسع اعمل ايه؟ كل سطر منهم بقى اعمل لي جواه تكرار لارقام بدءا من كام لكام؟ من رقم السطر لحد رقم 9. ده اللي انا ده بالظبط الترجمه بتاعت الشكل اللي قدامك ده. يبقى تاني انا بقول للكمبيوتر اعمل لي حلقه تكراريه هتعمل لي فيها تكرار لتسع لسطور من السطر الزيرو لحد السطر التاسع، اللي هم حوالي 10 تسطر، يعني من السطر الزيرو للسطر التاسع. من ال ده ال ده رمز ايه؟ لاين، رمز سطر، يعني سطر بالعرض اهو. السطر ده السطر الزيرو، السطر الواحد، السطر الاثنين، وهكذا. هتعمل لي سطور بعدد ايه؟ من ال بزيرو لحد ال بتسعه، يعني تسعه، يعني 10 تسطر. كل سطر منهم عملنا سبيس اهي، يبقى كل سطر منهم هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه فور جديده، يبقى هعمل جواه لوب جديده، يبقى لوب جوه لوب. كل سطر منهم هعمل فيه طباعه من الرقم بتاع السطر لحد رقم 9. فالسطر الزيرو هطبع في بالعرض بتاعه كده من 0 لحد 9. السطر رقم 1 هطبع فيه من 1 لحد 9. السطر رقم 2 اللي هو بدايته ب 2 ده هطبع جواه من 2 لحد 9، وهكذا. يبقى انا هقول فور سي ايكوال ال
هطبع من اول سي اللي بتساوي ال اللي هي بتساوي رقم السطر يعني، اطبعها لي لحد 9. يبقى لو ده السطر الرابع مثلا اللي هو بيبدأ برقم 4، يبقى انت اطبع لي من 4 لحد 9. نرجع تاني بيقول لك 4 سي ايكوال ال 29، يعني ايه؟ هنخترع مجهول جديد اسمه سي. السي ده هو ايه بقى؟ هو الرقم اللي هيتكتب بالعرض هنا. بقول لك خلي لي الرقم ده يبدأ من اول الرقم بتاع اللاين لحد فين، اخرك فين في الطباعه؟ لحد رقم 9. فهمت الفكره؟ طيب تاني، يبقى انا كده عندي هطبع سطور بدءا من السطر الزيرو، يعني اول سطر فوق بالعرض كده، لحد السطر الاخير اللي هو السطر رقم ايه 9. قلنا بنبدا العد من زيرو، فهنطبع من اول لاين بايكوال زيرو لحد اللاين اللي الرقم بتاعه بدايته برقم 9. بعدين كل سطر منهم، مش هطبع كل الارقام لا، ده انا هطبع فيه من رقم السطر لحد 9. ليه؟ يعني السطر الاولاني ده اسمه سطر الزيرو، فعشان كده طبعت جواه بالعرض من زيرو لحد 9. السطر اللي وراه اسمه السطر الاول، السطر الاول اللي رقمه الاندكس بتاعته 1، فهطبع من 1 لحد 9. طب السطر اللي وراه الاندكس بتاعته اسمها 2، يعني ترتيبه اللاين 2، لان احنا بادئين من الزيرو قلنا. يبقى اللاين 2 ده هطبع جواه ايه؟ من رتبه اللاين، يعني من رقم اللاين من الاندكس بتاعته لحد رقم 9. يبقى انا دايما بنتهي ب 9، بس ببدا من كام؟ من رقم السطر. فهمت الفكره؟ ف4 ال ايكوال 0 تو 9، يعني بدءا من السطر لكل سطر من السطر الزيرو لحد السطر رقم 9، اعمل ايه؟ كل سطر منهم اعمل لي جواه حلقه، اعمل لي جواه تكرار للارقام بالعرض بقى، اللي هي بتتكتب بالعرض كده، بالعرض بالعرض 6 7 8 9 دي، اعمل لي تكرار بس. هل هتطبع كل الارقام؟ لا، اطبع لي من اول سي، يعني ايه مجهول جديد كده اسمه سي، اللي هو بيكون بيساوي رقم اللاين لحد ايه؟ لحد رقم 9. يعني اكني بقول له اطبع لي من الرقم اللي بيساوي رقم السطر، اللي هو كلمه سي بتساوي ال دي، يعني اطبع من اول رقم اسمه سي اللي هو بيكون نفس رقم السطر ده، الرده بتاعته نفس رقم الترتيب بتاعه، لحد وصولا الى الرقم 9. اعمل ايه؟ برنت سي. طيب اند الفور الداخليه، يعني انهي الدوره الداخليه اللي هي بتعمل لك سطر بسطر ده، وبعدين برنت. ايه برنت الاخيره دي؟ دي برنت بتاعت السطر ككل. فهمت؟ يعني انا بطبع الارقام الداخليه للسطر، بعدين اطبع السطر ككل، وفي الاخر انهي الدوره، انهي الدوره كلها بقى لما اخلص التسعة تسطر او العشر تسطر دول. فالموضوع بسيط جدا، عايز تعمل الشكل ده من الارقام بالتسلسل ده، يبقى تحتاج تطبع عدد سطور من السطر الزيرو لحد السطر التاسع او الرقم 9 يعني، وكل سطر فيهم تطبع جواه بالعرض من الرقم بتاع السطر، من رتبه السطر، من الترتيب بتاعه لحد 9. يعني السطر اللي رقمه 3 اللي بيبدا ب 3 هطبع من اول 3 لحد 9، لان ده الاندكس بتاعته او الترتيب بتاعه الرتبه بتاعته 3. فهمت؟ يعني السطر الثالث هو الرابع في النظر هنا، يعني احنا بادئين من الزيرو. اكني بقول لك معايا اربع طلاب، هرتبهم من الطالب الزيرو لحد الطالب الرابع، بدل ما احنا بنقول ده الطالب الاول الثاني لا، هنفترض ان في حاجه اسمها الطالب الزيرو، ففي هنا سطر اسمه سطر الزيرو، وده على طول في البرمجه اتعلمه بقى عشان هيجي لك قدام كتير. احنا بنبدا العد في البرمجه في الاندكس، بنبدا العد من الاندكس زيرو، يعني من ترتيب رقم زيرو مش الترتيب رقم 1. اظن انك فهمتها باذن الله. طيب عايزين الكود اللي وراه بيقول لك ايه؟ تشيك ا سيكونس اوف كاركترز، عايزين نعمل برنامج يتشيك هل انا دخلت ترتيب حروف نفس الترتيب اللي انا عايزه ولا لا. فازاي؟ انا عايز اعمل حاجه مثلا اقول لك دخل لي فيها، شفت لعبه كلمه السر؟ يكون الاجابه مثلا كلمه باي، اكني بقول لك ما هي التحيه التي نحيي بها الصبح. فانا عايز اقول للبرنامج يقول لي، او عند الوداع عايز اخلي البرنامج يفهم ان الاجابه الصحيحه هي كلمه باي. لو المستخدم دخل اي حاجه ثانيه اديله ايرور، قول له غلط. يبقى انا عايز اعمل برنامج يتشيك هل الحروف اللي المستخدم دخلها هي باي ولا لا. فهعمل ده ازاي؟ هقول للبرنامج، تعالى كده انزل الرغي ده كله هفهمه لك تحت في الكود نفسه. هقول للبرنامج ستارت واند، حلو كده. هقول للبرنامج اعمل لي ثلاث خانات فاضيين، انا عايز اتشيك ان الكلمه هي باي ولا لا. هقول له اعمل لي ثلاث خانات فاضيين، الثلاث خانات دول المستخدم هيدخل فيهم حروف، يبقى فاضيين يعني ايه؟ زيروهات، فراغ. حلو كده. سي 1 ده الكاركتر 1 او اللي هو الحرف الاولاني، ده الحرف الثاني، ده الحرف الثالث. هقول له خلي المستخدم يدخل لي فيهم حروف، واسال البرنامج هل السي 1 جنب السي 2 جنب السي 3 بالترتيبه دي هل هي لا تساوي الباي؟ يعني هل هي ما بتساويش باي؟ ده رمز لا يساوي. لو هي ما بتساويش باي اعمل ايه؟ لو هو دخل حاجه غير الباي اعمل ايه؟ انزل تحت وقول له دخل لي حرف جديد. يعني انت هتقول له في الاول دخل الحرف الاول ثم الحرف الثاني ثم الحرف الثالث، خلاص كده. ابدا تشيك من اول رقم 3 ده، من اول ما دخل 3 حروف تشيك هل هي بتساوي الباي ولا لا. طب لو ما بتساويش قول له ده معلش يا مستخدم دخل لي حرف رابع. واعمل ايه بقى؟ لما يدخل الحرف الرابع حطه مكان الاخير وزيح واحد من الاولانيين، ارميه اكنه مش موجود، وابدا تشيك من جديد. يعني اكنك كل مره هيدخل حرف هتتشكه مع اخر حرفين قبليه عشان يبقوا ثلاثه مع بعض، باكج كده ثلاثات، لحد ما في مره يدخل بي واي اي، فساعتها هتبقى الشرط ده غلط، فبالتالي تخرج من الوايل وتطبع الكلمه اللي هو دخلها اللي هي باي، يبقى دي الاجابه النهائيه بتاعتك. تاني، فرضا المستخدم عايز يدخل كلمه باي، كويس كده زي ما احنا بنقول اهو، فاما دخل الحروف بي واي اف، طب او مثلا اقول لك انا لا دخل مثلا ايه، هقول لك انا دخل حاجه كويسه، دخل سي بي واي، سي بي واي صح كده؟ طب هي دي كلمة باي صح؟ لا، هيقول مدخلها الشرط ده يقول له لا ده مش صح، فأقول للمستخدم يا مستخدم لو سمحت دخل لي حاجة رابعة، دخل لي حرف رابع.
هيقوم مدخل حرف الاي كويس كده، او ما انا ماسك الاي حاططها مكان الواي حلو كده، ما هي كانت سي بي واي، كنا قايلين ان احنا فرضين ان المستخدم دخل سي بي واي، فكده دي مش صح. فهنقوم قايلين ايه بقى لما يدخل الحرف الرابع اللي هو ايه، هنقوم قايلين له خد الاي دي حطها لي مكان الواي، وخد الواي حطها مكان البي، طب والسي اللي كانت في الاخر ارميها. يبقى كده ترتيب الحروف الجديد بقى ايه، بقى اي واي بي، بقت كلمه باي. اذا الناتج النهائي بتاع الثلاث حروف دول بقى هو كلمه باي، اذا العلاقه صح، يبقى الوايل خلصت. طالما الوايل اللي قدامها ما اتحققش يعني بقت العلاقه صح، اخرج منها. تاني، وايل الثلاث حروف المستخدم دخلهم مش بتساوي الواي، اعمل ايه؟ اطلب من المستخدم يدخل لك كاركتر اسمه سي اكس، يعني دخل حرف ما، حرف جديد، وامسك الحرف ده حطه مكان الحرف الاخير. طب والحرف اللي كان في الاخير حطه مكان الحرف اللي قبل الاخير، طب واللي قبل الاخير حطه مكان الاول، طب والاول ارميه في الزباله. حلو كده؟ كده انت هيبقى كونت ثلاث حروف جداد. ابدا اسال البرنامج، انت كده خلصت وصلت لهنا، اطلع اسال بقى من جديد، هل الثلاثه الجداد دول يساوي الباي؟ لا يساوي الباي. طب لو بيساوي خلاص يبقى شكرا، خلصنا الوايل، اخرج منها واطبعها. طب لو لسه لا يساوي الباي، اطلب منه لو سمحت دخل لي حرف جديد، وخد الحرف الجديد حطه مكان اخر حرف كان معاك، والاخير حطه مكان اللي قبل الاخير، واللي قبل الاخير حطه مكان الاول، والاول ارميه. يبقى انت كونت ثلاثة جداد، ثلاث حروف مترتبين ترتيب جديد. اطلع اسال نفس السؤال لحد ما في مره تقول لك ايوه هما بيساووا الباي، اذا اخرج من الوايل، اخرج من الدوره دي. الدوره دي وظيفتها ان يفضل يعمل التكرار اللي احنا بنقول لك عليه لحد ما يمسك في الصح، لحد ما المستخدم يدخل اجابه صحيحه. طب لو دخلها صحيحه يخرج من الوايل ويقول له اطبعها لي لو سمحت، واطبع لي بعدها جود باي، ده فكك من الهري ده اكنك مش شايفها يعني، المهم انك تطبع الناتج النهائي يعني وخلاص. هي دي الفكره اللي شفت انت فهمت الكونسبت اللي عملنا بيه لعبه زي لعبه كلمه السر. في يوم من الايام ممكن تتعلم بقى التولز اللي بنستخدمها كمبرمجين، او اللي هم كمبرمجين يعني، وتعمل بيها برنامج يعمل لك لعبه زي كلمه السر. فالموضوع ابسط من لازم، بس انت فتح مخك شويه يعني، نحاول قدر الامكان نفهم بالراحه. طيب اهو بس حتى كتبتلك على جنب هنا، ممكن تكون مش فاهمها بس دلوقتي ان شاء الله تكون فهمتها. بيقول لك كلمه جيت كاركتر دي هتاخد رقم او هتاخد حرف من اليوزر وتحطه مكان اخر حرف موجود، ويبدا يتشك من جديد. حلو كده؟ فلو فرض المستخدم كان مدخل مثلا تلات حروف اللي هم مثلا يعني بي واي دي، بص أو اي حاجه بي واي دي، عارف ده معناها ايه؟ ان هو هيبقى غلط، هيجي هنا يتشك يقول له لا دي مش هي، فينزل تحت يقول للمستخدم دخل لي حرف جديد لو سمحت، فيدخل حرف البي مثلا يعني كمثال، يقوم ماسك البي حاططها مكان اخر حرف اللي هو كان دي، عشان قلت لك بي واي دي، هيحطها مكان الدي. طب والدي يحطها مكان الواي، طب والواي يحطها مكان البي، طب والبي الاولانيه خالص اللي هي هنا دي يرميها. يبقى كده الحروف الجديده بقت واي واي دي واي دي بي. كويس كده؟ اقول له يا مستخدم هل دي بتساوي الباي؟ يقول لي لا دخل حرف جديد، يقوم مدخل حرف الواي، او ما انا زايح كله شمال واحط الواي جنب البي الاخرانيه. طيب هل ده صح؟ لا، يقوم قايل له طب دخل حرف كمان، يقوم مدخل حرف الاي، يقوم زيح لي كله شمال، يبقى الحروف النهائيه بي واي اي. اذا عند ذلك تغلق وايل لوب، تغلق حلقه التكرار دي. يبقى هنفضل نعمل عمليه ادخال 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 وتشيك ادخال وتشيك، نقول له دخل حرف تاني لان اللي انت دخلته سابقا لم يكن صحيحا، دخل جديد، ونفضل نعمل تشيك لحد ما يوصل في مره ان دخل ثلاث حروف بالترتيب الصحيح لكلمه باي. هو ده اللي بنعمله في البرنامج ده عشان نعمل تشيك سيكونس اوف كاركترز، يعني اختبار لصحه تسلسل حروف ما، عشان نشوف الكلمه اللي مكتوبه هي الكلمه اللي احنا عايزينها ولا لا. شكرا. طيب هنا البرنامج ده عايزين نعمل برنامج بقى، دي اخر حته يعني، هعمل فصل كده وهرجع لك تاني. number of days passed in a year until a specific day، يعني ايه الكلام ده؟ عايزين نعمل برنامج يحسب لنا، هدي له تاريخ ويحسب لي التاريخ ده يبقى عدى كام يوم من السنه اللي احنا فيها. فلو قلت لك مثلا 18/8/2020 كده عدى كام يوم في سنه 2020؟ لازم احسب بقى، ما كده في شهور وفي ايام وفي في 18 يوم من شهر 8 وفي 8 شهور قبلها او 7 شهور، احسبهم انت بقى، ومنهم شهر بتاع فبراير اللي بيبقى 28 ومنهم شهر بيبقى 31. فعايزين نعمل برنامج بقى يبقى بيحسبها لي حسبه كامله زي الكالندر اللي عندك على الموبايل. طب دي هنعملها ازاي؟ هنقول للمستخدم دخل لي يا مستخدم الايام اللي هي دي دي، يعني داي داي بيبقى مكون من خانتين، اقصى حاجه خانتين. انت ممكن تدخل 01 يعني ده اليوم الاولاني في الشهر، او 08 يعني ده رقم 8 في الشهر يوم 8، او تدخل رقم 30 يعني رقم 30 في الشهر. فلازم نعمل حسابنا نحط لك ايه خانتين، والشهور برضو اقصى حاجه خانتين، مانث مانث يعني شهر مثلا 3 شهر 8 شهر 12، عشان كده حطينا خانتين كاقصى حاجه يعني. اند واي 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 اربع وايات، ليه؟ لان انت غالبا اربع وايات هنا، دي غلطه يعني، دي المفروض واي منهم تشال، لان انت لسه في الالفيه الثانيه يعني، اكيد انت مش بتدرس الدرس ده وانت في سنه 3000 او حتى 3000 وانت ستيل يعني في اربع خانات برضه، مش تبقى بتدرسها في سنه 200404 لا لا. فانت غالبا حطيناها لك هنا اربع وايات ليه؟ عشان انت هتفضل عايش وهتموت غالبا وانت بتدرس في 2000 وحاجه يعني، فاهمني؟ فهي اربع خانات من الير يير 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 2002 مثلا، دي اربع خانات، 2001 1950 كل دي اربع خانات. طيب والمنتج اللي المفروض يطلعه لك البرنامج يطلع لك عدد الايام، يبقى احنا عايزين نحسب عدد الايام اللي عدت من سنه ما. طب اللي عدت من سنه دي عباره عن ايه؟ عن عدد الايام اللي انت واخدها من الشهر الاخير زائد عدد ايام الشهور اللي انت عدتها من السنه زائد حاجه اسمها ازليب. يعني ايه ازليب دي؟
يعني لو السنه كبيسه هحط مكان الاز ليب دي واحد. يعني ايه سنه كبيسه؟ يعني السنه دي بيبقى زايد فيها يوم، بيبقى في كل 4 سنين كده بيجي لك سنه 366 يوم مش 365، بتبقى زايده يوم، فبساعتها هنحط هنا زائد واحد. طيب لو مش السنه دي كئيبه، لو مش السنه كبيسه قصدي، يبقى مش هنحط واحد. فهمت الفكره؟ فده الفكره. يبقى عدد الايام اللي عدت من الشهر من السنه هو عباره عن عدد الايام اللي عدت من اخر شهر انت فيه زائد عدد ايام الشهور اللي عدت بالفعل زائد از ليف، بنحط مكانها واحد لو السنه دي كبيسه. نكتب ده ككود ازاي؟ قبلها عايز اعرفك شويه معلومات. نيجي هنا، يبقى لازم تعرف يعني ايه سنه كبيسه عشان ده هياثر على حساباتك فوق. لما تيجي تحسب عدد الايام السنه الكبيسه بيبقى فيها يوم زايد. طب يعني ايه سنه كبيسه؟ السنه الكبيسه دي ليها تعريف، ليها قاعده، ان يكون الرقم بتاع السنه بيقبل القسمه على الاربعه. ده الشرط، بيقبل القسمه على الاربعه، دي قاعده. طيب في استثناء من القاعده دي؟ يبقى كده كل السنين اللي بتبقى القسمه على اربعه هي سنوات كبيسه، باستثناء ان لو السنه دي في نفس الوقت اللي بتبقى القسمه على اربعه ده في نفس الوقت بتبقى القسمه على ال 100، بتبقى القسمه على ال 100. ركز بقى، هنسال نفسنا هل بتبقى القسمه على ال 100 وفي نفس الوقت بتبقى القسمه على ال 400؟ لو يبقى هي سنه كبيسه. طب لو بتبقى القسمه على ال 100 ولا تقبل القسمه على ال 400 يبقى هي ليست سنه كبيسه. ركز، فهمت القاعده؟ يبقى في قاعده ثابته اللي هي ايه؟ الجنرال رول، ان اي حاجه تبقى اسمها على اربعه هي سنه كبيسه، باستثناء، لازم نحط كلمه استثناء كده، ان لو بتبقى اسمها على اربعه بس في نفس الوقت بتبقى اسمها على 100، هنسال سؤال جديد، هي بتبقى اسمها على 100 وال 400 في نفس الوقت؟ فاذا فهي سنه كبيسه. طب يعني فيها يوم زايد. طب بتبقى اسمها على 100 ولا تقبل القسمه على 400؟ اذا فهي ليست سنه كبيسه. كمثال 2000، 2000 دي بتبقى اسمها على اربعه؟ طب بتبقى اسمها على 100؟ طب هي كده ينفع نقول بقى مش كبيسه؟ لا، هي بتبقى اسمها على 100 وعلى 400، يبقى كده هي سنه كبيسه. طب امتى بقى اقول لك مش كبيسه؟ لو حاجه زي كده 1900 بتبقى القسمه على اربعه؟ ينفع نقول كبيسه على طول؟ اسال نفسي هي بتبقى القسمه على 100 ولا لا؟ بتبقى القسمه على 100. طب بعد ما انت قلت بتبقى القسمه على 100 دي كده المفروض مش كبيسه؟ لا، باستثناء بقى، اسال نفسك سؤال ثالث، هي بتبقى القسمه على 100 وال 400 ولا ال 100 بس؟ لو لقيتها بتبقى على 100 بس يبقى هي مش كبيسه، يبقى ده الاستثناء. طب لو لقيتها بتبقى على 100 وعلى 400 يبقى ده مش استثناء ولا حاجه وهي كبيسه زي ما هي. يبقى احفظ القاعده، لما اول سؤال بنساله هي بتبقى القسمه على اربعه ولا لا؟ لو يبقى كده دي سنه كبيسه على طول، بس باستثناء ايه؟ ان نسال نفسها سؤال بعدها تاني، هي بتبقى القسمه على 100؟ قال لك بتبقى على 100. اسال سؤال ثالث، هي بتبقى على 400 مع ال 100؟ يعني برضه بتبقى على 400 معاها. لو وكل الاجابات كانت يبقى دي سنه كبيسه. طب لو ما بتقبلش على 400 وبتبقى على 100 بس يبقى مش سنه كبيسه. كمثال 1900، هي بتبقى القسمه على ايه؟ على 4، بس تبقى القسمه على 100 ولا تقبل على 400 يبقى دي ايه؟ مش كبيسه. انت طالما قبلت على 100 وما قبلتش على 400 القسمه، يعني يبقى دي مش سنه ايه؟ مش سنه كبيسه. وهكذا مثلا، تعال نشوف كده 2020. 2020 دي ايه؟ سنه كبيسه. ليه؟ 2020 بتبقى على 4 كويس وما بتقبلش على 100، خلاص يبقى مفيش استثناء. الاستثناء بيحصل لما يكون الرقم بيقبل على ال 100. زي ايه مثلا؟ 100، 200، يعني اللي قلقك الحاجات اللي هي فيها 100، 200، 300، 400، 1900، 1500، دي اللي تبدا تسال السؤال اللي هو الاضافي ده اللي هو ال 100 وال 400 والكلام ده. اما لو لقيت الرقم بيبقى القسمه على الاربعه وما بيبقاش القسمه على ال 100 ولا ال 400 فخلاص، شكرا، خلصت، كبيسه على طول صرف. زي 2020 ده بيبقى على الاربعه، 2024 بيبقى برضه على الاربعه، 2028 بيبقى على الاربعه، يبقى كل دول سنوات كبيسه. فهمت القاعده؟ طيب بيقول لك assumptions، يعني في افتراض، نفترض ان لازم يكون المدخل اللي هتدخله مكان الايام والشهور والسنين يكون رقم ينفع، يكون valid data، يعني valid date قصدي، يكون تاريخ صحيح. ما ينفعش دخل اليوم السالب 8، مفيش حاجه اسمها يوم سالب، فلازم ندخل رقم صحيح. طيب نبدا بقى نكتب الستبس اللي هنعمل بيها البرنامج اللي يحسب لنا عدد الايام التي قضيت في تاريخ ما من السنه. لو قلت لك يوم 17/6 ده كده معناه ان عدى كام يوم من السنه دي؟ محتاجين نحسب له بقى، عايزين نعمله برنامج يحسبه. فاول قاعده هقول ايه؟ اقرا، اي خذ من المستخدم، ريد، خذ من المستخدم التاريخ اللي هو ايام شهور سنين، اللي هي الشهر اليوم والشهر والسنه اللي هو عايز يحسب عدد الايام اللي مضت حتى ذلك الوقت. بعدين اعمل ايه؟ اعمل حساب لهل السنه دي كبيسه ولا لا، يعني از ليب، يعني هل السنه ليب يعني كبيسه، فبنسال بنعمل داله اسمها از ليب، يعني هل السنه كبيسه اور لا. فهمت الفكره؟ از يعني سؤال في الاول كده، هل كبيسه ولا لا، يبقى نعمل قاعده تحسب لنا كبيسه ولا لا وفقا على القواعد اللي قلناها فوق. بعد كده احسب عدد ايام الشهور اللي عدت، يعني لو هو في شهر 7 احسب عدد ايام السبع شهور اللي عدوا، كل شهر مثلا 30 31 حسب المعلومات اللي احنا عارفينها من التواريخ. وبقى القاعده بتقول لك ايه؟ لو الشهر اساسا اقل من الشهر الثالث فكده الاز ليب على طول بصفر، يعني مفيش يوم، يعني السنه اليوم مش هيبقى زايد. خلي بالك ممكن السنه تبقى كبيسه وما نضيفش اليوم بتاعها، ليه؟ لان احنا لسه اساسا في شهر 1 او 2 فلسه اليوم الزياده ما جاش، ده اليوم الزياده بيبقى يوم 29. فلو انا بقول لك احسب لي الايام اللي عدت من السنه حتى تاريخ 15/1 فكده انت هتحسب ايه؟ الايام والشهور، ومش هتضيف از ليب، مش هتضيف اللي هو اليوم الزايد بتاع حتى لو السنه كبيسه. ليه؟ لان لسه اساسا ما جبتش شهر فبراير عشان ازود اليوم. فهبدا اسال هل الشهر الام ام اللي هو المانث مانث اقل من 3؟ لو الشهر 2 او 1 يبقى ساعتها ايه؟ الاز ليب بصفر على طول، يعني ما فيش يوم زايد ولا حاجه حتى لو السنه كبيسه. يبقى ده قاعده، ده ايه؟ اليوم لسه ما جاش، شهر فبراير لسه ما خلصش عشان اليوم يزيد. فهمت الفكره؟
بيقول لك even if the year is a leap year، حتى لو تلك السنة هي سنة كبيسة. ليه؟ لأن أنت لسه في شهر 2 و1. الراجل المستخدم اليوزر بيقول لك احسب لي الأيام اللي مرت حتى شهر مثلا، حتى يوم 23/2. هو هتحسبهم عادي ومش هتدخل فيها السنة الكبيسة أو مش كبيسة. ليه؟ مش هيفرق معاك، لأنك لسه أساسا حتى لو كبيسة فهي لسه ميعاد اليوم الكابس ده ما جاش، لسه اليوم الأخير من شهر فبراير ما جاش ميعاده. يبقى امتى بنحسب ان السنه كبيسه ولا لا؟ فنضيف يوم لو هي كبيسه لو انت كنت عديت شهر 3. فهمت الفكره؟ يعني عديت يوم 29/2 يعني. وساعتها بنعمل ايه؟ لو فرضنا خلاص انها عملنا الشرط اللي فوق ده وعرفنا هي كبيسه ولا لا، وهل هنضيف الرقم بتاع الكبيسه ولا لا، نبدا اخر خطوه ان نقول عدد الايام بقى المطلوبه اللي هو عايز معلم ده يحصل عليها، اللي هو اليوزر، بيساوي عدد الايام زائد عدد ايام الشهور، يعني ان مانث. ان مانث يعني عدد ايام الشهور. فكينا الشهور لايام، يعني السبع شهور فكناهم لسبعة، كل واحد فيهم بقى 30 31 فكناهم لارقام ايام يعني، زائد از ليب لو هي سنه كبيسه، ولو هي يعني متحقق فيها الشرط بتاع الكبيسه ده، يبقى نضيف عليها اليوم اللي هو ايه ازاي ده لو هي سنه كبيسه بالفعل. وفي الاخر خالص تطبع برنت دايز، يعني تطبع المستخدم عدد الايام التوتال اللي انت حسبته فوق. يبقى كده عملنا برنامج بنديله التاريخ ويحسب لنا الوقت اللي مضى من السنه بالايام حتى ذلك التاريخ. تعال اوري لك بقى الاكواد بتاعتها اللي انت ممكن تكون مش فاهمها شويه. اللي انا قلت لك لو فهمته كويس هتلاقي الاكواد ما فيش اي جديد فيها. بروجرام مين يعني ايه؟ يعني ستارت، يعني ابدا. اول خطوه اقول للمستخدم يا عم المستخدم دخل لي اليوم الشهر السنه، شكرا. اول خطوه بقى بعد كده هبدا احسب هل تلك السنه كبيسه وفقا للمستخدم دخله، دخل لي مثلا سنه 1950، هل السنه دي كبيسه ولا لا؟ انا عايز اعرف. ابدا اقول له خلي السنه الكبيسه دي كلمه ازليب دي خليها بزيرو. بس امتى بقى؟ خلي بالك لو بتقبل السنه دي بتقبل القسمه على الاربعه، يعني ايه؟ عارف الكلمه اللي انا قلت لك دي هي ترجمه السطر ده، السنه علامه الفيلميه يعني باقي القسمه، لو باقي قسمتها على 4 0. يعني ايه باقي قسمه على 4 0؟ يعني تبقى القسمه. لو قلت لك مثلا 20 على 4 بتساوي كام؟ 5. طب والباقي 0. يعني ايه الباقي 0؟ يعني ال 20 بتبقى القسمه على 5 من غير باقي، 20 بتقبل القسمه على 4 وعلى 5 من غير باقي، يعني بيدي لك ناتج صحيح. فبنقولها ازاي بقى كلمه تقبل القسمه دي؟ بنقول السنه علامه الفيلميه على 4 بتساوي 0، يعني باقي القسمه على 4 مفيش باقي، يعني بالتالي هي بتقبل القسمه. فاكني هنا دي شيلها وحط مكانها تقبل القسمه. يبقى لو السنه اللي المستخدم مدخلها لك بتقبل القسمه على 4، حط لي ان السنه دي كبيسه، فبالتالي الاز ليب هتساوي 1. يبقى الاز ليب ساعتها في يوم زايد، في يوم هنحطه في الخانه اللي اسمها في المجهول اللي اسمه از ليب ده، هنحط فيها يوم زايد اسمه 1. طب خلي بالك يا كمبيوتر، ده لو بتقبل القسمه على 100 ها، يعني لو خارج لو باقي قسمتها على 100 بيساوي 0، يعني بتقبل القسمه على 100 ساعتها لا مفيش يوم زايد ولا حاجه، از ليب بيساوي 0، باستثناء ان تكون بتقبل القسمه على 100 وفي نفس الوقت بتقبل القسمه على 400. فقمنا نازلين حاطين سطر ثالث قلنا لو السنه بتقبل على 400 يبقى ساعتها تقوم قايل ان لا دي سنه كبيسه عادي. يبقى كده الاصل ان لو اي حاجه بتقبل على 4 فهي سنه كبيسه، باستثناء اللي تكون بتقبل في نفس الوقت على 100. نبدا نسال نفسنا سؤال، هي بتقبل على 100 بس ولا بتقبل على 100 وال 400؟ لو بتقبل على 100 وعلى 400 يبقى دي سنه ايه؟ سنه كبيسه. طب لو بتقبل على 100 وما بتقبلش على 400 زي 1900 مثلا، دي بتقبل على 100 بس ما بتقبلش على 400، يبقى دي سنه مش كبيسه. يبقى ال 100 هي الاستثناء اللي بيخرجنا من القاعده وبيخلي السنه غير كبيسه. ساعتها بنحط الاز ليب بصفر. ليه؟ لان مفيش يوم زايد، دي سنه مش كبيسه. طب لو بتقبل على 4 او بيقبل على 400 يبقى دي سنه كبيسه، بنحط فيها 1، يعني بنحط يوم زايد. ادي اول، ادي ثاني جزء من الكود. مش مطلوب انك تحفظه، احنا كل مره بنكتشف، يعني اللي كتب الكود ده اول مره عمل ايه؟ فكر، شغل مخه. فهمت الفكره ايه؟ مش مطلوب، البرمجه مش حفظ، وده اللي بيميزها على فكره. بعد كده هنحسب بقى عدد ايام الشهور اللي مضت. الراجل بيقول لي احسب لي لحد تاريخ 15/8 مثلا، يبقى كده عدى كام شهر؟ 8. فهنبدا نقول البرنامج ايه بقى؟ لو الشهر هو الشهر الاول، يعني لو اكبر من 1، يبقى حط لي الحصاله بتاعتي فاضيه. فاكر فكره الحصاله اللي قلت لك في الحلقه اللي فاتت؟ انا عندي حصاله فاضيه اسمها عدد ايام الشهور، ان مانث، يعني عدد الايام اللي احنا عايزين نحسبها. هعمل حصاله كده اناء فاضي، ولو الشهر ده بقى الشهر الاول هقوم حاطط الحصاله دي 31 يوم بتوعه احوشهم معايا. طب لو انا مش الشهر الاول، لا ده الشهر الاول والثاني، يعني انا عديت وصلت للشهر الثاني، هحط معايا في الحصاله التوتال الجديد بيساوي ايه؟ القديم اللي هو الشهر الاولاني اللي هو 31 زائد ايه؟ 28 كمان بتوع الشهر الثاني. طب لو الشهر الثالث هضيف على القديم، على الحصاله اللي معايا اللي انا مجمع فيها شهرين اهم لحد دلوقتي 31 و28، هضيف عليهم 31 كمان بتوع الشهر الثالث. لو الشهر الرابع، لو انا التاريخ بتاعي لحد الشهر الرابع، يبقى احتاج احسب اربع شهور، احسب ايام اربع شهور. يبقى احط في الحصاله اللي معايا اللي كان فيها 31 و28 و31 احط عليهم الشهر الرابع ايامه، يعني احط عليهم 30 كمان. هي دي معنى كلمه ان مانث الجديده بيساوي ان مانث القديمه اللي هي الحصاله التوتال اللي معاك زائد مضافا اليها 30 يوم الجداد بتوع الشهر اللي عليه الدور، وهكذا لحد بقيه الاشهر تضيفهم له كله، كل شهر حسب عدد الايام اللي انت عارفها. مش مطلوب انك تحفظهم بس اعرفهم برضه، مش هتخسر يعني. فحطيناه للكمبيوتر، فهمناه قاعده بيحسب بيها اي تاريخ يقوله لك لحد الشهر الكام يحسب عدد الايام بتاعت الشهور اللي فاتت. لحد ايه؟ خلاص كده بقى معانا حاجه اسمها ان مانث، يعني عدد ايام الشهور. عرفنا ما لو انت في التاريخ الفلاني الكمبيوتر يحسب لك لحد التاريخ الفلاني. ايه فايده كلمه اند اف دي؟ يعني لو انت وقفت عند الشهر السادس وخلصت هيقوم قافل الاف،
يجي يسأله هل الشهر السابع، يقول لك لا ده احنا خلاص في الشهر السادس، فيقوم ايه ما يطبقش اساسا دي. يبقى احنا بنقف لحد الشهر اللي معانا، عشان ممكن يجي مثلا واحد عايز التاريخ لحد الشهر السابع، فايه اللي هيخليني اطبق دول؟ مش طبقهم، عشان كده حاطين اند اف في الاخر، عشان اول ما يوصل عند الشهر السابع يقفل بعدها على طول، ويجي يسأل تحت يقول له لا نو، فما يطبقش الشرط اللي قدامه. مش دي اف يعني؟ امتى هيطبق اللي بعدها؟ لو اللي هي لو الشرط صح. فلو الشرط لو الشهر مش 8 ولا اكبر، لو الشهر مش اكبر من 8 مش هيطبق اللي وراه. فهمت الفكره ايه؟ فاحنا بنرص له الاسطر دي عشان يبدا يحسب لي عدد ايام الشهور التي مضت حتى ذلك التاريخ. بعدين كده بقى معانا حاجه اسمها ان مانث. نحسب اخر حاجه هي ايه بقى؟ التوتال اللي المستخدم عايزه، وهو ان دايز، عدد بقى الايام التي مضت التوتال. قبل ما نحسبها نقول حاجه، نقول للكمبيوتر ركز معايا يا كمبيوتر، لو الشهر لسه ما وصلش للشهر الثالث، فحتى لو انت من فوق كنت جايب الاز ليف اللي هنا بواحد، مش انت هنا كنت حاسب، الكمبيوتر ممكن يكون حاسب الاز ليف على انها بواحد لانها سنه كبيسه. نيجي تحت نقول له خلي بالك يا كمبيوتر، انت حتى لو حسبتها فوق انها كبيسه، وانت اساسا جيت في المانثز هنا في المانس، انا اسف يعني ننطقها بالنطق الاوضح مانث، ولقيتها انها مش واصله للشهر الثالث، يعني لسه اساسا ما وصلتش لحد انك تخلص فبراير، فلا مؤاخذه يا كمبيوتر شيل لي الصفر، شيل لي الواحد اللي انت حطيته لي فوق انها كبيسه دي، شيله لي وفضيه وخليه صفر، لان كده هي ليست ايه، حتى لو كبيسه هي اليوم بتاعها لسه ما جاش، لان انا اصلا المانث بتاعتي ايه او المانث بتاعي ايه اقل من 3، لسه ما جبتش اليوم اللي بيزيد اساسا فيه، اللي بيميز السنه الكبيسه عن غيرها، لسه ما وصلتلوش. ده لو فرضا ان المستخدم كان مدخل رقم اقل من 3، يعني الشرط ده حاطينه بعد المنث ادخال الشهور ليه؟ عشان لو المستخدم دخل رقم اقل من 3، ساعتها نقول للكمبيوتر يا كمبيوتر ارجع شيل الاز ليه اللي انت كنت حاططها بواحد، لو هي كانت سنه كبيسه خليها لي بصفر معلش. فهمت الفكره؟ فده شرط كده حاطينه عشان افتراضا لو المستخدم كان مدخل تاريخ اقل من الشهر الثالث. كويس كده؟ طب خلاص خلصت حاطط الشرط ده، ابدا بقى خلاص انت كده خلصت كل شروطك بكل حواراتك، قول للكمبيوتر يا كمبيوتر اطبع لي عدد الايام اللي لحد التاريخ اللي المستخدم عايزه بتساوي عدد الايام اللي كان مدخلها، ده صرف ما بنلعبش فيها اي لعب، زائد عدد ايام الشهور اللي انا قلت لك احسبها لي فوق في ال 20 سطر اللي فوق بعض دول. ما انت في الاخر هتبقى حسبت عدد الايام اللي هي ان مانث التوتال، هي ان مانث التوتال بتساوي ان مانث التوتال اللي قبلها زائد 31 بتاع الشهر اللي عليه الدور، وهكذا. احسب لي بقى زائد ان مانث عدد الايام اللي انت حسبتها لي التوتال لحد الشهر اللي المستخدم دخله، زائد از ليب، ده لو كان في از ليب، يعني لو كانت بصفر يبقى كانها ملهاش لازمه. طب لو كان الشهر اكتر من 3 يبقى هي ليها وجود، يبقى رقم، وهي سنه كبيسه يبقى هي بقى ليها وجود، يبقى في يوم زايد حطوا لي هنا بقى، يعني حط هنا مكانها واحد، يعني زود لي الايام بمقدار واحد لان دي سنه كبيسه. ده لو الشروط اللي فوق اتحققت، لو الشهر كان اكتر من 3 وكانت السنه كبيسه. طب لو الشهر كان اقل من 3، لا ما تحطليش، حط مكان ازليب زيرو حتى لو كانت السنه كبيسه. طب لو كان الشهر اكبر من 3 بس السنه مش كبيسه، حط برده مكانها زيرو. فهمت المبدا ايه؟ ترتيب منطقي الخطوات، والله الموضوع مش صعب كده. اللي هيحصل ايه بقى؟ ان انت هتطبع له الناتج النهائي ان دايز، او اللي هي عدد الايام، او هتطبع يعني التوتال اللي انت جمعته ده. يبقى عشان لو اقول لك مثلا احسب لي عدد الايام اللي لحد يوم 15/8 بدءا من اول السنه، يبقى كده ايه 8 شهور كل شهر حوالي 30 او 31 يوم، يبقى مثلا قول 30 في 8 زائد مجموع عليهم ايه ال 15، مش انا قلت لك خمس لحد يوم 15/8، اه ففي 15 يوم زايدين، هي دي 15 مكان دي، والان مانث مكانها 8 في 30 لو فرضا ان كل شهر 30 يعني. طب لو السنه كبيسه هنحط هنا واحد، بس بشرط ان احنا نكون ايه في شهر 8 شهر 5 اي شهر فوق الثلاثه وخلاص، يحط مكانها واحد لو هي سنه كبيسه. طب لو هي سنه كبيسه وانت شهر 2 مثلا عايز لحد تاريخ 15/2، لا مش هحط، حتى لو كبيسه مش هحط مكانها حاجه، هحط مكانها زيرو لان انا لسه ما جيتش لليوم اساسا الزايد. ارجو ان تكون فهمت الفكره يا عزيزي المستمع. عايزين نعمل مساله جديده، بيقول لك ايه؟ عايزين نعمل برنامج يحسب لي الداله دي، ان في داله اسمها ام، داله فانكشن از ا فانكشن اوف اكس اند واي، داله في الاكس والواي بتساوي 5 اكس زائد واي كل سكوير زائد 3 اكس ناقص 2 واي زائد 1. عايزين نعمل حساب لحاجه اسمها الزد، حيث ان الزد دي بتساوي ايه؟ بتساوي الداله لما نعوض فيها ب 3 و 2 مكان الاكس والواي، زائد الداله لما نعوض فيها ب 6 و 5 بس تربيع، يعني نعوض مكان الاكس ب 6 ومكان الواي ب 5 ونجيب القيمه وبعدين نربعها، على جذر او السكوير روت بتاع الداله لما نعوض فيها بال7 وال8، يعني هنعوض 3 مرات وبعدين نعوض في العلاقه النهائيه دي. موضوع ابسط من البساطه يعني، تافه جدا. يبقى هنعمل ايه؟ اول حاجه بروجرام مين اند، يبقى بدايه البرنامج ونهايته. هقول للبرنامج خد اول مره ان الاكس ب3 و2، يعني الاكس ب3 والواي ب2، بعدين عوض في الام1 او في الداله مكان كل اكس ب3 ومكان كل واي ب2، وهات القيمه بتاعتها وخزنها لي في حاجه اسمها ام1، يعني خلي الام1 بتساوي الداله دي كلها بس علما بان الاكس بايه؟ الاكس ب3 والواي ب2. خلصت حسبنا ام1، شكرا، هيطلع فيها قيمه، ده كده هيديني قيمه بعد ما اعوض فيه باللي فوق ده. انزل تحت يا مستخدم او يا كمبيوتر بقى، حط مكان الداله 6 و5 مكان الاكس والواي، واحسب لي قيمه الام2، يعني الداله عند الام2، يعني الداله الثانيه اللي احنا عايزينها اللي هي ام 6 و5 دي، يعني خد لي مكان كل اكس وحط 6 ومكان كل واي وحط 5، واحسب لي قيمه الداله وخزنها لي في فاريبل اسمه ام2. بعدين احسب لي الداله دي لما يكون الاكس ب7 والواي ب8، ليه؟ اهي اللي في المقام، انا بطبق اللي موجود في المساله، انا عايز احسب دي، فعايز اعمل برنامج يحسب لي دي.
فاحط في الداله مكان الاكس ب7 ومكان الواي 8 واحسب لي الداله وحط لي قيمه الحسابه اللي هتطلع معاك او الناتج اللي هيطلع معاك في ايه حاجه اسمها ام 3. اخر خطوه يا يا كمبيوتر اطبع لي بقى الزد اللي هي بتساوي ايه ام 1 اللي هي القيمه اللي انت جبتها من فوق اللي هي الداله عند الاكس وال3 اهي الداله عند الاكس وال3 زائد ام 2 سكوير يعني الداله عند ال6 وال5 سكوير اهي الداله عند ال6 وال5 سكوير يعني نطبع الام 2 سكوير على سكوير روت يعني جذر اهي جذر للام 7 و8 يعني الام لما نعوض مكان الاكس ب7 والواي ب8 يعني اسمها ايه يعني اسمها ام 3 يعني جذر ام 3 الناتج النهائي ده اسمه زد اطبع لي الزد. خلصنا المساله شكرا. هنا بيعرفك بس الداله اتعملت ازاي ان احنا كل مره حطينا في الداله قيمه اللي هي اكس ب2 وواي ب3 مثلا بعدين فضيناها وعملنا ايه اعاده استخدام عملنا ريبليس مكان الاكس والواي بقيم جديده واستخدمناها مره ثانيه وهكذا. طيب هناخد بقى حاجه اسمها الاريز او اللي هي المصفوفات فركز معايا. ايه الاريز دي ببساطه جدا يعني مصفوفه يعني رصه بيانات جنب بعض. فكمثال عايزين نطبقه لك انا عايزك تعرف يعني ايه بيقول لك عايزين نعمل مثال لدرجات الطلبه عايزين ناخد درجات الطلبه ونطبعها فوق بعضها يعني ناخد درجات 50 طالب ثم اطبع درجات ال 50 طالب بس مرصوصه بتدريج بترتيب يعني درجه الطالب الاولاني احطها في الخانه الاولانيه من المصفوف. مصفوف يعني ايه رصه بيانات اهي زي اللي قدامك دي كده رصه فوق بعض جنب بعض ايا يكن ويبقى كل خانه في النوم ليها رتبه ليها اندكس. فالخانه الاولانيه اسمها الخانه زيرو زي ما قلت لك احنا بنشتغل بالخانه زيرو او لو عايز تسميها انت زي ما تسميها المهم تفهم انها الخانه اول خانه في الاستخدام وخلاص. فلو قلت لك عندي 100 طالب عندي 50 طالب هدخل لك معطياتهم اللي هي الدرجات بتاعتهم وعايزك تطبع لي الدرجات بتاعتهم على حده كل على حده. طيب تعال نشوف ده هيتعمل ازاي ببساطه جدا. بص انزل تحت كده اهو اعمل زوم بروجرام مين اند يعني بدايه ونهايه للبرنامج اي برنامج بنبداه بستارت او ببروجرام مين دي ويب اند يعني بنقول للبرنامج يا برنامج اشتغل. يعني نعمل ايه حاجه اسمها ديكلير ديجريز يعني عرض الدرجات داله مسمينها او المصفوفه مسمينها ديكلير ديجريز يعني مصفوفه عرض بيانات الطلبه. طب هم كام طالب ومن عاملين قوسين بالمنظر اللي انت شايفه ده قوسين مجموعه وجواهم 10 يعني ايه هم 10 طلبه 10 طلبه يبقى ال 10 هنا دي معناها ان عدد الاندكس اللي هندخلها كام اندكس هندخله اندسيز بقى واسميها زي ما تسميها 10 خانات. ابدا اعمل ايه بقى اعمل حلقه تكراريه يعني ايه لكل فور يعني لكل ان من واحد يعني لكل طالب من الرقم الطالب الاول لحد الطالب العاشر لكل ان دي بترمز للطالب لكل طالب من الطالب الاول لحتى الطالب العاشر اعمل ايه خد من المستخدم درجته خد من المستخدم انبوت يعني ايه خلي المستخدم يدخلك انبوت يعني مدخل خد من المستخدم حاجه اسمها ديجريز يعني درجه بس رتبتها ايه رتبتها رتبه الطالب اللي عليه الدور يعني خد منه بالبلدي درجه الطالب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. فلو فرضنا في الفور دي مش بتعمل لفات دوره فلو احنا مثلا في الدوره بتاعه الان بتساوي 5 يبقى هتاخد درجه ديجريز اوف 5 يعني تاخد ديجريز الطالب الخامس وتخزنها كديجريز ان 5 حلو كده. طيب افضل اعمل كده لحد ما تبقى متخزن معاك ايه لحد ما تخزن معاك 10 انبوتس من المستخدم اللي هي انبوت ديجريز بيساوي ديجريز 1 وديجريز 2 وديجريز 3 يعني ديجريز يعني درجه الطالب الاول درجه الطالب الثاني درجه الطالب الثالث وهكذا هيبقى متخزن معاك كام يا عم الكمبيوتر 10 خانات 10 انبوتس. نعمل بقى هنا ايه يبقى تخزن معايا حاجه اسمها ديجريز 1 كهي درجه الطالب الاول وديجريز 2 هي درجه الطالب الثاني. ده عملناه ازاي عملناه بالسطرين دول بالحلقه التكراريه دي لكل طالب من الطالب الاول حتى العاشر خد منه درجته. بعدين نعمل حلقه جديده نقول له ايه خلاص بقى لكل درجه انت خدتها من فوق من اول الطالب الاول لحد العاشر اطبع لي درجته شكرا خلصت المساله. يبقى انا كان مطلوب منك تاخد درجات 10 طلاب وتطبعها اديك خدتها في اول فور لوب في اول حلقه تكراريه وطبعتها في الحلقه الثانيه. يبقى هنا قلت له لف لي 10 لفات على 10 طلاب في كل لفه خد منه الدرجه بتاعته ثم لف 10 لفات جداد وكل لفه اطبع درجه الطالب اللي عليه الدور اطبع درجه اللفه الاولانيه اطبع درجه الطالب الاول اللفه الثانيه اطبع درجه الطالب الثاني وهلم ايه وهلم جرى وهتلك هي البرمجه. الموضوع ابسط من اللازم. نيجي هنا في اكزامبل 6 بيقول لك عايزين بقى نفس احنا خدنا فوق 10 درجات للطلاب وطبعناهم عايزين نعلى المستوى شويه نعمل statistics يعني نعمل عمليه احصائيات بقى. ايه الاحصائيات اللي هنعملها هنا؟ هنعمل المينيمم والماكسيمم والافريج يعني عايزين ناخد 10 درجات من الطلاب ونقول فيهم مين الاكبر مين اكبر درجه فيهم ومين اصغر درجه ونجيب متوسط درجاته. فهمت الفكره؟ يبقى دي هنعمل عمليه statistics نعملها ازاي بالكود ببساطه جدا ولا اي حاجه جديده بس بالراحه معايا هتفهم كل مساله هتضيف لك مبدا في دماغك هتعلمه لك. اول حاجه بروجرام مين يعني ابدا البرنامج اند انهي البرنامج شكرا فهمنا اول نقطتين. بعد كده بيقول لك بقى في حاجه اسمها ديكلير ديجريز اللي هي المصفوفه اللي قلت لك عليها جواها درجات 10 طلاب كويس كده. طيب هنعمل بقى حلقه تكراريه نقول ايه احنا عايزين ناخد الاول يعني البرنامج ده هيبدا من الصفر هياخد 10 درجات من الطلاب ومن ثم يعمل عليها العمليات اللي انا بقول لك عليها يجيب المينيمم والماكسيمم والافريج. فهناخدها يعني ايه يعني نعمل حلقه تكراريه نقول لكل طالب من واحد من الطالب الاول لحد العاشر خد منه درجات
خد منه درجته او انبوت يعني يا مستخدم دخل درجتك لو سمحت. انبوت يعني بيقول للمستخدم دخل درجه. ايه دخل درجه يعني ايه؟ يعني دخل ديجريز قوسين ان، يعني دخل درجه الطالب اللي رقمه ان. لو احنا بنلف اللفه الخامسه يبقى دخل درجه الطالب الخامس، لو اللفه السادسه دخل درجه الطالب الثالث وهكذا. يبقى الحلقه دي وظيفتها ان يلف على 10 لفات، كل لفه يقول للمستخدم دخل لي فيها درجه. يعني عشان ايه؟ يدخل المستخدم بقى، انت راجل قاعد في مدرسه وبتسجل بيانات الطلبه، فتقوم مدخل درجه الطالب الاول دروس انتر، يقوم مدخل لك فاتح لك الخانه ثاني، تقوم مدخل درجه الطالب الثاني وهكذا، هو بيخزنها جوه عنده. يبقى كده البرنامج خزن جواه 10 درجات للطلاب في حاجه اسمها مصفوفه اسمها ديجريز او ديكلير ديجريز. يبقى ديكلير ديجريز متخزن فيها 10 خانات كلهم مليين 10 درجات للطلاب، مترتبين من الطالب الاول وحتى الطالب العاشر. بس عايزين نعرف مين اصغر قيمه فيهم ومين اكبر قيمه، مين الطالب الاول على المدرسه او على 10 طلاب ومين الطالب الاصغر. فهنعمل حاجه كويسه جدا، سيبك من اس بزيرو دي عشان اقول لك لازمتها في الاخر، مش تبعنا دي، تبع الافريج. فاعتبرنا دلوقتي بنشتغل على المينيمم والماكسيمم بس. هنعمل حركه سهله قوي، هنفترض مجهول اسمه مينيمم ومجهول اسمه ماكسيمم، كويس كده؟ يعني دي هنفترض حاجه اسمها الدرجه الصغرى والدرجه العظمى. هنقول ان فرضا بص المبدا البرمجي بيفكر ازاي بقى، ان الطالب الاول، ان الدرجه الاولى الطالب الاول هو اصغر درجه، وفي نفس الوقت هنفترضه هو اكبر درجه، ولا تزعل نفسك، هنفترضه ده وهنفترضه ده. طب يعني ايه بقى؟ شفت حاجه اسمها الاثبات العكسي؟ اه، في الحوار حتى يقول لك انا هفترض فكره غلط وبعدين اثبت انها غلط، فمن كده اوصل للصح. يعني انا قدامي 10 طلاب عايز اجيب مين اللي اكل الجبنه، فهنعمل ايه؟ هنجيب 9 منهم نثبت انهم ما اكلوهاش، فيبقى اللي فاضل مين؟ هو اللي اكلها. فانا هنعمل ايه؟ هنفترض الدرجه دي درجه هي مش الاصغر ولا حاجه، بس هنفترضها هي الاصغر، وبعدين نبدا نختبرها ونقارنها بالتسعه الباقيين، ولحد ما واحد من التسعه الباقيين يطلع اقل منها فياخد مكانها يبقى هو الاصغر. بعدين نقارن الجديد ده بالثمانيه الباقيين لحد ما واحد من الثمانيه يغلبه يبقى هو الاصغر اللي عليه الدور، لحد ما في الاخر نرسى على واحد محدش عارف يغلبه يبقى ده اصغر واحد يبقى هو المينيمم. فهمت فكره يعني ايه فاريبل؟ هي دي فكره الفاريبل في البرمجه، هي دي كلمه مينيمم. ففرضنا إيه؟ ونفس الكلام في الماكسيمم، في القيمه العظمى، هنفترض ان الدرجه الاولى هي الدرجه الصغرى ونثبت ان ده صح ولا غلط، ولو حد اثبت انها غلط يقعد مكانها لحد ما نثبت ان هو غلط، اكنها سلطه كده، كانه كرسي العرش، كل واحد بيقعد عليه لحد ما يجي واحد احق منه، لحد ما نوصل لواحد لا نزاع فيه يبقى هو ده الاصغر واحد. فلو القائمه دي كانت درجات الطلبه خمسه مثلا، يعني كانت درجات اربع طلاب، خمسه و10 و15 و20، مين اكبر طالب؟ 20. مين اصغر طالب؟ ابو خمسه. طب انا هفترض يا عم ان ابو 15 ده هو اصغر طالب. طب يا عم ماشي، خدني عد عقلي، افترض هو المينيمم، هاجي اساله هو انت اصغر ولا الخمسه؟ اكتشف ان الخمسه هي الاصغر، يهوب الخمسه دي هي المينيمم، خلاص كده ابدا اروح اختبر الخمسه. طب هي الخمسه اصغر ولا ال10؟ لا الخمسه. طب الخمسه اصغر ولا ال20؟ يبقى الخمسه. يبقى الخمسه هي الاصغر بلا منازع. هنعمل ده بس في 10 خانات، ولا تزعل نفسك. فهمت المبدا؟ اه. يبقى المينيمم تساوي درجات الطالب الاول، ديجريز اوف اندكس 1 يعني درجات الطالب الاول، قوسين يعني اندكس يعني رتبته الاول، ماكسيمم ديجريز اوف اندكس 1. بقول لك بقى اعمل ايه؟ لف لي 10 لفات، كل لفه فيهم بص بقى فور ان ايكوال 1 لحد ان 10، يعني لف من 10 لفات بعدد الطلبه، كل لفه هتسال هل درجه الطالب اللي انا بسال عليه دلوقتي الطالب الحالي هو اصغر من الطالب اللي انا فرضه فوق ان هو مينيمم؟ لو هو اصغر خلاص، لو الان لو الديجريز اللي عليها الدور لو انا بلف اللفه الخامسه مثلا، فانا بسال هل درجه الطالب الخامس اصغر من المينيمم اللي انا كنت فرضها فوق اللي هي درجه الطالب الاول يعني؟ لو الخامس طلع اصغر من الاول خلاص حطه لي في المينيمم. يبقى لو طلع اصغر من المينيمم اللي انا فرضه خلاص فلتضعه في المينيمم، يبقى المينيمم الجديد بتاعي يبقى اللي انا اثبت ان هو اصغر لحد دلوقتي هو ايه؟ الديجريز ان، يعني درجه الطالب اللي عليه الدور اللي انا بلف لفته، حطه لي في المينيمم. طيب ولو اسال سؤال جديد، هل الديجريز ان اكبر، هل درجه الطالب انا بلف عليه دلوقتي ده بالمناسبه بالمره يعني اكبر من الماكسيمم اللي انا فرضه فوق ان هو ماكسيمم؟ بعيدا عن هو صح ولا غلط، انا فارض ان هو ماكسيمم، هل هو اصغر اللي انا بلف لفته بقى اصغر من الماكسيمم اللي فوق؟ لو كنت بلف اللفه الخامسه فهل درجه الطالب الخامس اصغر من اكبر من درجه الطالب الاول اللي انا فارضها فوق ان هي ماكسيمم؟ لو طلع اكبر منه يبقى هو ياخد محله في ايه؟ كرسي الماكسيماليتي، ياخد محله في كرسي ايه؟ الماكسيمه يعني اللي هو الايه؟ الراجل الكبير، لحد ما اثبت ان في حد تاني اكبر منه او اثبت ان هو مفيش حد اكبر منه فيبقى هو الكبير. فهمت الفكره؟ وهكذا في الصغير ده. دي كده اول لفه، ناخد المينيمم الجديده والماكسيمم الجديده ونطلع فوق، هوب 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 ابدا بيهم من جديد. يبقى نبدا بالماكسيمم والمينيمم والاخرانيين. يبقى كده الماكسيمم والمينيمم دول الغيهم وحط مكانهم الماكسيمم والمينيمم اللي انت جبتهم من تحت هنا، اخر حاجه انت وصلت لها في الصغر وفي الكبر، اكبر معلم واصغر معلم، وابدا اختبرهم مع الدوره اللي عليها الدور، مع الدوره اللي عليها الدور، لحد ما تفضل الكرسيين دول عمال يتغير مكانهم، مين اللي بيقعد فيهم، الرقم اللي بيقعد فيهم، لحد ما نرسى ان لفينا 10 لفات واخر مره خالص اخر لفه هيبقى معانا مينيمم وماكسيم، هم دول اكبر رقم واصغر رقم. هوب انت مبروك عليك وصلت لاصغر رقم واكبر رقم اللي اختبرتهم في ال10 لفات وكسبوا التحدي 10 مرات. فهمت الفكره ايه؟ يعني رسينا عليهم هم دول اكبر رقم واصغر رقم، ومن ثم اطبعهم برنت المينيمم والماكسيمم. بس كده خلصنا. فاضل بقى حته صغيره فوق، كان بيقول لك اعمل لي الافريج، يعني ايه؟ متوسط درجات الطلبه. محتاج اعمل ايه عشان اجيب المتوسط؟ عملناها فوق في الحلقه اللي فاتت.
كنت محتاج اجيب مجموع درجات الطلبه واقسمها على عددهم، عددهم سهل 10، عايزين بقى نجيب مجموع الطلبه، نجيبه ازاي؟ نحط حصاله فاضيه، حصاله اسمها ايه؟ اس بتساوي زيرو، افترض اس دي رمز حصاله، ده جدعانه من انا كمحمد بألف علم اهو بقول لك اس دي اختصار حصاله. يبقى الحصاله فاضيه، عايز اعمل ايه؟ احط فيها درجات ال 10 طلبه مجموعين على بعض عشان اجيب مجموع الدرجات واقسمه على عددهم. طب اجيب مجموع الدرجات ازاي؟ هقول لك، وانت بتلف ال 10 لفات كل مره افترض اس جديده اللي هي الحصاله ضيف لي عليها اللي كان في الحصاله القديمه زائد درجه الطالب الحالي. يبقى انا كل لفه هضيف درجه الطالب اللي عليه الدور على الدرجه القديمه. يبقى السطر ده معناه ايه؟ كنت صريح لك الحته دي في الحلقه اللي فاتت، ان الاس الجديده بتساوي الاس القديمه اللي هي اخر حاجه كانت معايا في الحصاله، اخر توتال كان في الحصاله زائد درجه الطالب الحالي. يبقى الاس التوتال بتساوي الاس اخر اس توتال كانت معاك زائد درجه الطالب اللي عليه الدور وهكذا. يبقى كل لفه هتقوم ضايف درجه التوتال درجه الطالب اللي عليه الدور على الحصاله بتاعتك، وتاخد درجه الحصاله دي تعملها ابديت للاس اللي فوق، يعني تخلي الاس تتعدل، يبقى الحصاله اتملت بمقدار مثلا طالبين بمقدار درجات 4 طلاب وهكذا. تاخد بقى الاس اللي عليها اللي هي اخر اس كانت معاك تنزل تحت وتعمل لها نفس عمليه الابديت دي، كل مره كل لفه تضيف على الحصاله اللي معاك على العلبه اللي معاك او الاناء ده تضيف عليه درجه الطالب اللي عليه الدور على اللي قبليه على التوتال اللي قبليه، ويبقى كده التوتال الجديد شامل درجه الطالب اللي انت لسه ضايفه. تاخد بقى التوتال ده وتقوم رايح ضايف عليه الطالب السادس الطالب السابع، وكل مره وانت بتضيف بتخلي التوتال يتعدل وفقا لايه؟ لاخر حاجه انت عملتها لاخر ابديت. يعني لو انت ضفت درجات 6 طلبه في العلبه يبقى انت معاك مجموع درجات 6 طلبه، لما تروح تضيف عليهم الطالب السابع هتضيفه على مجموع الـ6، بس كده المجموع بقى كام؟ بقى 7. يبقى لما تروح تضيف عليهم الثامن هتضيفه على مجموع الـ7 مش مجموع الـ6 القديم، لا كل مره بنعمل ابديت للمجموع. وفي الاخر جبت في الاخر حاجه اسمها لما لفيت ال10 لفات هيبقى انت جبت في الحصاله دي مجموع 10 درجات بتوع 10 طلاب. يبقى متخزن في الاس مجموع 10 درجات بتوع 10 طلاب، يبقى نقسم المجموع بتاعهم على عددهم اللي هم 10 ويبقى ده اسمه الافريج، ومن ثم نطبع الافريج. يبقى الافريج هو المتوسط وهو مجموع الطلبه اللي هو الاس اللي انا حسبته فوق على عددهم اللي هو 10. مش مطلوب منك تحفظ ترتيب الكود، مطلوب منك تكتشفه كل مره تثبته كل مره. فهمت الفكره ايه؟ ارجو انك تكون فهمتها. هنا بقى جاي اخر مساله هشرحها لك، هي نفس المساله اللي شرحناها فوق. المستخدم هيدي لك ديت، هيدي لك تاريخ معين وعايزينك تحسب الايام اللي عدت من السنه وصولا الى ذلك التاريخ. طب ما احنا عملناها فوق. لا كنت فوق حضرتك ما تعرفش يعني ايه مصفوفه، دلوقتي عرفت ايه بقى فايده المصفوفه. بص بقى الفكر البرمجي، كل ما انت تبقى مبرمج اشطر كل ما هتقلل الكود اقل، تخلي عدد اسطر الكود اقل. اللي هيعمل اللي يحل مساله في 20 خطوه واللي يحلها في 5 مين اذكى؟ اللي حلها في 5 ويكونوا الاثنين بيأدوا نفس الغرض يعني. يبقى انت هنحاول نعمل لك بقى التريكايه كده تسهل عليك. ايه هي؟ انا اظنك اطلع كده فوق، اطلع 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 اطلع، بص بص بص، انا متاكد ان انت قلت ان السطر ده تحسه مش كمبيوتر، تحسه واحد قاعد في حضانه بيكتب كود. ده مش صح، ده كده بالمناسبه ده مش كود مظبوط، الراجل اللي كتب الكلام ده مش صح بدءا يعني، مفيش حد بيقعد يكتب كل ده، ده مش ده مبرمج فاضي. فاحنا بقى عشان كده اخترعوا في البرمجه حاجه اسمها ايه؟ الاريز او المصفوفات، عشان كده علمناها لك. ايه بقى فايدتها؟ بص يا معلم، نفس الكلام اللي قلت لك بالظبط، هتجيب تشوف السنه كبيسه ولا لا، وتضيف عدد الايام على عدد ايام الشهور على الرقم بتاع السنه الكبيسه، لو كبيسه يبقى 1 لو مش كبيسه يبقى 0. ده امتى بنضيفه؟ لو الشهر اكتر من 3 او يعني اكتر من شهر 2، فاهمني؟ 3 فيما فوق عشان يبقى السنه الكبيسه ظهر تاثيرها اللي هو يوم 29/2 يعني. كل اللي احنا شرحته لك فوق نفس الكلام بالظبط. ايه الجديد بقى؟ بص كده الكود، تعالى كل ده نفس اللي شرحته لك، ما تتخضش، ده نفس اللي انا شرحته لك فوق. الجديد بص الكود هيبقى مكتوب ازاي؟ ده الكود بتاع الاس ليب ما فيهوش اي فرق. لو السنه بتبقى على 4 يبقى حط الاكس ب1 اللي هي سنه كبيسه، يعني هنضيف على السنه الكبيسه دي هنضيف عليها يوم. لو بتبقى على 100 لا ضيف خليها زيرو، مش هنضيف حاجه لان كده مش كبيسه. لو بتبقى على 400 لا يبقى كبيسه برضه. ده الثلاث شروط اللي انت المفروض تكون عارفهم عشان تبقى فاهم يعني ايه سنه كبيسه. كده مفيش مشكله، فهمنا دي خلصت. ايه الجديد بقى؟ ان انا هعمل حاجه اسمها ديكلير مانس. ديكلير مانس يعني ايه؟ عرض الشهور. هحط مصفوفه فيها 12 خانه، ركز معايا 12 خانه. ايه الخانات دي؟ لو الشهر الصفر، يعني اللي هو ايه شهر الصفر؟ اللي هو انت لسه بادئ السنه، اول 15 يوم في سنه 2020، فكده اللي عدى من السنه ايه؟ هو ال 15. يبقى هيبقى عدد، يبقى الان مانس دي او اللي هي عدد الاشهر الايام بتاعت الشهور يعني هتبقى صفر. طب لو انت دخلت في الشهر الاول هيبقى انت عدى 31 يوم. طب لو دخلت في الشهر الثاني هيبقى توتال الايام اللي عدت من السنه كام؟ 59 اللي هي 31 زائد 28. طيب لو عدى 3 شهور يبقى 90. يبقى من ايه؟ عملنا كل خانه من المصفوفه دي عباره عن مجموع الايام اللي قبلها من اول السنه. فبص الفكره فكره صايعه. فكده الشهر الخامس مثلا او الثامن مثلا هتقوم عدد لحد الاندكس الثامن، خلي بالك بقى فايده الاندكس اللي انا شرحته لك فوق، تقوم قايل مانث قوسين 8 يعني هيجيب لك الخانه دي اللي هي 243. يبقى الشهر الثامن هو شهر عدى منه 243 يوم. يبقى انت واخد الرقم ده هو الان مانس على طول، مش لازم بقى تروح تعمل بص اللي انا كنت عامله فوق، اطلع كده بسرعه بسرعه بسرعه. بص عشان احسب فوق هنا الشهر الثامن بقى هضطر اعمل السطر ده،
والسطر ده واقول له كل شهر يضيف لي على اللي قبله 31 و30 طب ليه وجع دماغ؟ ما نحطهم كلهم في مصفوف. صح، مصفوفه يعني ايه؟ سهله قدامك، مجمعين احنا بالاله ولا باي حاجه ولا الكمبيوتر اللي مجمعها لي وحاطهم لي في سطر واحد اهو. ان لو الشهر الاول يبقى انت ما عداش ايام اساسا، لو الشهر الثاني يبقى عدى 31 يوم وهكذا، لو الشهر الثامن يبقى عدى 212 او 243 على حسب، عشان مش عارف اعد الصراحه، مش قدامي يعني. وبعد كده هقول له ايه؟ يا مستخدم يا كمبيوتر خد من المستخدم اليوم والشهر والسنه، ومن ثم عايزين نحسب عدد الايام اللي عدت من السنه. نعمل ايه؟ نجمع ايام اللي هي البيور، الايام اللي هي 18 8 يبقى 18، او ال 15 2 يبقى 15، وهكذا مكان الدي دي يعني. زائد ايه بقى؟ مانث، مانث اللي هي الشهور، ده اللي مصفوفه الشهور بس اندكس بتاعها ايه؟ اللي هو المانث اللي المستخدم دخله لك. يعني لو المستخدم قال لك شهر 8 هتقوم رايح راجع بالكود لفوق هنا، تقول له يا كمبيوتر ارجع هنا معلش وهات لي مانث دوت 8، مانث بتاعه اوف 8 بتاعه الشهر الثامن. يقوم الكمبيوتر عامل ايه؟ هوب يمشي يعد 8 8 فيوصل مثلا 243، يقوم واخد من 243 ومعوض بيها هنا وخلصت، من غير بقى ما يعمل 20 سطر عشان يجمع لك 8 شهور تشهر ورا بعض. لا، ده هو مجمعها اساسا في سطر واحد ويروح يجيبها على طول. يبقى عشان تجيب عدد الايام اللي عدت من السنه حتى ذلك التاريخ، هنقوم جامعين البيور دايز اللي هي الايام الصرف، زائد عدد ايام الاشهر اللي عدت. عدد ايام الاشهر هنجيبها منين؟ من المصفوفه اللي اسمها مانث اللي فوق دي. نقوم رايحين قايلين بنكتبها فوق هنا، ونقول للبرنامج يا برنامج ارجع للسطر اللي فوق ده هتهلنا منه. يبقى الان دايز بتساوي الايام البيور زائد ايام الشهور اللي عدت. ونعمل الشرط بتاعنا، لو الشهر اللي المستخدم مدخله لك هنا ده، لان احنا ما نعرفش ممكن يكون مدخل رقم اكبر من الشهر الثالث، او من الشهر الثالث وانت طالع، او قال لو هو اكبر من الشهر الثاني يعني الثالث وانت طالع، فلو سمحت يا مستخدم حط لنا زياده على اللي فوق ده از ليب، يعني حط لنا مكانها واحد، حط لنا مكانها يوم زايد، لان دي كده سنه ايه؟ سنه كبيسه. لو هي كانت كبيسه، لو انت كنت من فوق هنا مطلع انها كبيسه، عشان كده حطينا ده فوق الاول. يعني ده ترتيب منطقي، لازم تعرف الاول هي كبيسه ولا لا، عشان اجي تحت هنا استخدم از ليب على طول. يبقى يا مستخدم لو كان الشهر اكبر من الثالث والسنه كبيسه، يعني الاز ليب دي كانت مديالك رقم حطه بقى. طب لو مش كبيسه، لو قصدي مش اكبر من الاثنين وهي كبيسه ما تحطوش. طب لو هي مش كبيسه اساسا، فهتلاقي دي مكانها صفر. فهمت الفكره ايه؟ واخر خطوه خالص تطبع بقى توتال الايام اللي انت وصلت ليه، اللي هو الان دايز، اللي هو عدد الايام البيور، عدد ايام الاشهر، رقم الواحد لو السنه كبيسه، او صفر لو هي مش كبيسه، او كبيسه بس الرقم اقل من ايه؟ من 3. شكرا، كده خلصت. واخر تمرين ده هسيبه لك انت تكتشف انك الحمد لله فهمت كويس، مع ان ده اصعب تمرين فيهم خلي بالك، بس انت حاول بقى باللي احنا قلناه فوق ده تطبق فهمك البرمجي للكود ده وتقول لي هتفهمه ازاي. ده 3 صفح، صفحتين بالظبط، كود صفحتين او 3 صفحه واحده على فكره، وكود صفحه. قول لي هتفهمه ولا لا. ده بيعمل ايه؟ بيحسب الايام اللي بين تاريخين قريبه جدا من المعنى. يعني انا هقول لك ما بين يوم 15 8 ويوم 20 12 احسب لي كام يوم، بس انا عايزك بقى تكتشفها وفقا اللي انا شرحته لك ده. ولما تفهمها قول لي انك فهمتها في التعليقات او في اي مكان كده، او وص ادعي لي بس كده. شكرا، وارجو ان اكون ما طولتش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.